هذا وكانت لكاميرا التلفزيون المصري هذه اللقاءات مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين. ده الحقيقة بيتوج يعني حجم النجاحات اللي على مدار 10 سنوات الأخيرة في مجال العمران ومشروعات الإسكان والبنية التحتية، واللي أهلت مصر الحقيقة أنها يعني تستضيف هذا المؤتمر العالمي، واللي بيعد يمكن زي ما وضح دولة رئيس الوزراء طبعا هو يعني على المرتبة الثانية على طول مباشرة بعد الكوب على أجندة اليو إن تحديدا. يمكن زي ما سمعنا كده النهاردة أن العنوان بتاع المنتدى كل شيء يبدأ من النطاق المحلي وعمل المحلي للمدن المستدامة. فإحنا بنتكلم النهاردة بما أني وزير التنمية المحلية بنتكلم على المدن القائمة. المدن القائمة حصل فيها تطوير في الفترة اللي فاتت كبير جدا، لأن كان لازم يكون في سد الفجوة بين المدن القائمة والمدن الجديدة. ده كان واضح من خلال العمل المواصلات النقل من الكباري من الطرق من البنية التحتية. كمان عندنا كانت تحديات بتقابل المدن القائمة زي تحدي بتاع تغير المناخ، تحدي زيادة السكان، وده اشتغلنا عليه في الفترة اللي فاتت. كمان احنا هنعرض تجربة مصر في حياة كريمة، ودي تجربة طبعا المبادرة الرئاسية دي من أعظم المشاريع. هذا المنتدى يعقد كل عامين في مدن مختلفة في أنحاء العالم، يتم اختيارها وفقا لعدد من المعايير. فمنذ 20 عاما استضافت نيروبي هذا المنتدى، واليوم يعود مرة أخرى لأفريقيا في مصر له، والتي حققت نجاحات كبيرة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية ونظمت وشاركت في عدد من الأحداث الهامة. ستشهد القاهرة حضور عدد كبير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما سيكون له تأثير على المستوى الاقتصادي والسياحي. وأؤكد أيضاً أن لهذا المنتدى تأثير كبير على التغيرات التي يشهدها العالم في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وذلك في ظل التحديات العالمية. محافظة القاهرة من المحافظات التاريخية العريقة، ودي فعلا هو اللي وضعها على أجندة الأمم المتحدة لاختيار محافظة القاهرة أن يعقد في هذا المنتدى العالمي الهام. محافظة القاهرة مضى على إنشائها 1055 عام، قاهرة المعز، قاهرة المحروسة. محافظة القاهرة أو مدينة القاهرة متنوعة بتاريخها الإسلامي والإبطي وكل شيء داخل محافظة القاهرة، أيضا التطور والحداثة داخل محافظة القاهرة. أيضا استضافة المؤتمر في حد ذاته فرصة لمصر، ويعني زي ريكوجنيشن أو تعريف بحجم الإنجازات اللي حصلت في مصر في الفترة اللي فاتت. أعتقد برضو أحسن استفادة ممكن تكون لمصر، ما أعتقدش الناس كتير عارفة كمية الإنجازات اللي حصلت في العاصمة الإدارية. الأحداث دي هتكون هتحصل في وسط الأحداث أو المدن اللي اكتملت في مصر. الناس لما تيجي تشوف كمية الإنجازات وكمية الكونستراكشن والإنشاءات اللي حصلت لقمة على أحسن تقنية عالمية، ده يكون فرصة إن الناس تشوفها. بالإضافة إلى المشروعات كلها اللي موجودة في مصر، مش بس في القاهرة، هيتم حاجات المشروعات الجديدة موجودة في الساحل الشمالي وفي المدن الجديدة سواء في أسيوط أو في المنصورة، كل الحاجات دي هتكون فرصة الناس تشوفها. إنها فرصة كبيرة لمصر لاستضافة هذا المنتدى في ظل أهمية المنتدى التي تأتي في تناول التنمية الحضرية لمدننا، وكيف يمكن أن نحدث تطويراً مع الزيادة السكانية. وبالطبع هي فرصة عظيمة لتبادل الخبرات من خلال المشاركة الكبيرة في هذا الحدث العالمي لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.